السلام عليكم، معكم أسماء السحيمي رئيسة جمعية الكواكب للتنمية المستدامة. اليوم جينا نعبر ونقول على لا للعنف ضد النساء. ما تقيسنيش، ما تقيسش أختي، ما تقيسش أمي، ما تقيسش بنتي، كفانا كفيانا. رحنا ما باقيينش نسكتوا، جميع الجمعيات ديال المجتمع المدني بأنهم واقفين، كل واحد يتعرض للنساء ولا يبغي يقيسها، حنا معاها. لا للعنف ضد النساء. معكم زهال النان، أني ما تقيس في الأسوسياسيو كرافان نور. بصراحة احنا يا هاد النهار كنحتفلوا باليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء. بصراحة كما كتلاحظوا هو العنف راه ولا قوي ولا كيتكاثر بشدة، يعني دائما الإحصائيات ماشي كتنقص وإنما الإحصائيات كتزيد بزاف. حنايا اليوم درنا واحد اللوحة تعبيرية، اللي كتهضر على المعاناة ديال المرأة، اللي كتهضر على المعاناة ديال الأطفال ودائما داخل العنف. انا اديت واحد الدور اللي هو العنف الجنسي اللي كيتعرضوا ليه البنيتات الصغار من طرف الاقرب الناس ليهم. والحمد لله احنا الصراحه الهدف ديالنا هو انه احنا عارفين باللي العنف راه ما غاديش يقل، ولكن حنايا كجمعيات مجتمع مدني وحنايا كشباب كنقولوا ستوب للعنف، كنقولوا يا ربي يعني قل العنف، وماشي مره نبقاو نلقاو العنف طالع. لما لا المره الماجيه منين نقلبوا في الاحصائيات تلقاو العنف قل شويه، وهذا الشيء اللي كاين. معكم هنا من مدينه فاس. اليوم جينا حضرنا في هذه الانشطه اللي كانت رساله خاصه لكاع اللي كيعنف المراه ديالو ولا ولادو ولا بنته، ولا كنتمنى ليهم الرساله توصل ليهم كما هي. وبالنسبه للجمعيات كنشكرهم على هذا الدعم ديالهم، وكنتمنوا لهم التوفيق ومسيره موفقه. مدام فيلالي لمياء، عضوه في قافله النور. اليوم حنا في حمله تحسيسيه ضد العنف الرقمي اللي كيمثل النساء عامه، وكنقولوا بارك علينا من التعنيف الرقمي، هو تيضرب كل النساء، والمراه اصلا هي ام، هي اخت، هي بنت. اريتي لي زاغريسيون نيميريك سي فو بلي. انا سميتي ملك حاسي، عمري 10 سنين، وانا اليوم جيت نتضامن مع الامهات ديالي والصديقات ديالي واصدقاء الامهات ديالي في واحد المسرحيه ديال العنف ضد المراه. وكنشكر بزاف الطاقم الذي يتكلف لحمايه المراه المغربيه، واريد ان اشكر كل النساء التي تضامنت وتشاركت في هذه المسرحيه. اسم ديالي امينه، من مدينه فاس. اليوم حضرت في هذا النشاط هذا. انا من الجمعيه ديال قافله النور للصداقه التنميه الاجتماعيه. العنف لو كيتعنفوا بزاف ديال دابا، مابقاش غير العنف ضد النساء، دابا ولا العنف حتى ديال الرجال. وحنايا ولينا دابا حنايا نخافوا على راسنا، دابا حنايا نوليو دابا في التهديدات. ما كاين قبضك شي واحد يبغي يتعنف عليك، ما كاينش اللي يحميك، ما كاينش لا من ناحيه ديال التواصل الاجتماعي. هادشي هذا خصو يكون له حد، وحنا كنطلبوا من جميع المسؤولين اللي داخلين في هذا الشراكه هذا ديال العنف، خاص هادشي هذا يكون له تحديد. وشكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.